أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل البغازي. مساك الله بالخير. يا أهلا أبو فهد، مساك الله بالنور والسرور، حياك الله وساعة المباركة. قبس يا أبو غازي، قبس طال عمرك. هذا العدد 4 مارس 1981. طبعا صراحة أنا أحب الجرائد كلها الكويتية صراحة وواقلها، لكن القبس لها معزة خاصة. هذا عز الكرة الكويتية. ها، 81 عز الكرة الكويتية. ايش عندنا اول شيء طال عمرك؟ عندنا افتتاح المخيم الكشفي السنوي 35 برعاية وزير التربية. منح علي حسن العلي قلادة الكشاف العربي لجهوده. ومهنا طبعا هو احمد مهنا، احتفالنا ياتي بعد ايام العيد الوطني المباركة. طبعا برعاية وزير التربية جاسم المرزوق رحمة الله عليه، افتتح بعد ظهر امس مخيم الكشفي السنوي 25 بالفنيطيس بحضور وكيل الوزارة الدكتور يعقوب الغنيم والوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والرياضية احمد مهنا وسفراء الدول المشاركة بالمخيم. رفعوا الاعلام طبعا والسلام الوطني. يعقوب الغنيم استلم وزارة التربية وطول وزارة التربية. صحيح، هذا طبعا وزير التربية وصافح القائد علي حسن بعد تغريدة عن جاسم مرزوق قلادة كشاف العربي. جاسم مرزوق كان وزير التجارة ولا وزير التربية؟ والله هذا يعني التربية كاتبين. أنا أعتقد يعني أن العكس، يعني كان وقتها لا، يمكن صار وزير التربية، يمكن ما يعني ما أعتقد جريدة خلط، إحنا نقطها برأس الجريدة. صح، قطها برأس العالم وطلع سالم. إحنا تخصصنا رياضة، عاد شوف إذا حد يصلح. طبعا هني هذه صورة لأحمد مهنا أبو فهد ووفد الجمهورية العراقية أثناء طابور العرض العام، والكشافة البحرية أثناء طابور العرض العام. هذه صورة البوابة الرئيسية للمخيم الكشفي 35 وعليها أعلام الدول المشاركة. وطبعا العم جاسم مرزوق رحمة الله عليه أثناء تجواله في المخيمات الفرعية. روما يتصدر الدوري الإيطالي، قال نعم فنقل المستشفى. طبعا أصبح فريق نادي روما لكرة القدم مصدرا الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة بعد فوزه على نادي تورينو 2-0، بينما احتل فريق انترناشونال الذي كان يتعادل معه بالنقط المركز الثالث بعد خسارته 1-0 أمام نابولي. هذا طبعا خبر. وعندنا هني قبل لقاء قمة كرة المصرية الأحد المقبل، الأهلي قوة هجومية بقيادة الخطيب وفرحة للثأر، الزمالك وسط متفوق وأمله بالفوز فقط. صورة لحسن شحاتة محمود الخواجة، هذا طبعا الخطيب يواسي مصطفى عبده في مباراة سابقة. نجوم الكرة المصرية في فترة السبعينات وبداية الثمانينات، تكلم عن حسن شحاتة في الزمالك، حسن شحاتة، فاروق جعفر، علي خليل، أيضا الخواجة، جاهم الكورشي بالوقت هذا، يعني وقت 81 82 83. ايضا نادي الاهلي كان يعجب النجوم، تكلم عن محمود الخطيب، نعم، مصطفى عبدو، مصطفى يونس، مختار، خالد جد الله، زكريا ناصف، علاء ميهوب، مجموعه من اللاعبين ما تحضني، اكرامي في حراسه المرمى ثابت البطل رحمه الله عليه، كان من نجوم مميزين في الكره المصريه. طلب 20 مليون فرنك فديه للاعب برشلونه المخطوف انزيك كاسرو. برشلونة طبعا أشار بيان موقع بالأحرف الأولى الذي يجهل ما تشير إليه هذه الحروف إلى أنه يتعين دفع مبلغ 350 مليون بيزيتا، أي حوالي 20 مليون فرنك، مقابل إطلاق سراح أنزيك كاسرو ويطلق عليه اسم كيني، وهو لاعب كرة قدم من نادي برشلونة اختطفها مساء الأحد الماضي. يا ساتر. طبعا هذا فدية 20 مليون فرنك. عاد دفعوا ولا ما دفعوا؟ والله ما يقدر عاد بفهد. شوف عاد هناك ما يخلونه يدفعون. شو رايك نطلع فاصل بوازي؟ ان شاء الله. طب تابع بقيه اللقاء. اعزائي المشاهدين، لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وكنا مع جريدة القبس 81. نعم. أي شهر بالضبط؟ بالربيع الأول ولا الثاني؟ 4/3/1981. 4/3.
شيخ فهد الأحمد في اجتماعه مع المنتخب الوطني أمس، الفوز ببطولة التصفيات يضمن لنا مكانا في أسبانيا. صحيح. التقسيم كان ظالما ولكنه سيكون دافعا لاجتياز المرحلة الأولى. شوف أنا راح أوضح للسادة المشاهدين المانشيت اللي قال الشهيد فهد الأحمد، التقسيم كان ظالم ظالم، لأن قبل أبو غازي ما يرجعون للتصنيف الاتحاد الدولي. نعم. تصور مجموعتنا الكويت وكوريا الجنوبية وإيران وتايلند وماليزيا، يعني الكويت وكوريا الجنوبية وإيران. لا هو يتكلم عن المرحلة الأولى. إيه المرحلة الأولى. إيه المرحلة الأولى اللي صار في الكويت. تايلند وماليزيا وكوريا الجنوبية وإيران. نعم إيه صحيح. إيه هذه اللي أقول لك. كم تأهل إيران طلعت ثاني أبو فهد؟ ما شارك إيران في البطولة في التصفيات، سحب. فكان منتخب الكويتي ومنتخب كوريا الجنوبية كان لاعبين نهائي كأس آسيا قبل يمكن 4 شهور أو 5 شهور. وكانوا المركز الثالث في آسيا، يعني الكويت كان بطل آسيا وكوريا الجنوبية الثاني وإيران الثالث. تصور كلهم صاروا في مجموعة واحدة، ووقتها أنا كنت أعتقد والكل كان يجزم أن بطل المجموعة هذه راح يوصل لنهائيات كأس العالم 82، بدليل لما فزنا على كوريا الهدف اللي أحرزه ناصر الغانم، وقتها خالد حربان قال كوريا تروح كوريا والكويت تروح إسبانيا، مع أن باجين التصفيات نهائية اللي ضمت الكويت والصين ونيوزيلندا والسعوديه، لكن استطاع منتخب، طبعا منتخب ايران انسحب هنا لظروف الحرب، او اعتراض على ان البطوله تقام في الكويت، خصوصا ان الكويت نظمت كاس اسيا، كان يعني معترض ان ينظمونها الكويت هنا في الكويت سنه 81 على استاد محمد الحمد ونادي كاظمه. لكن استاد محمد الحمد شهد انطلاقه الكويت الى كاس العالم مثل ما شهد صباح السالم فوز في كاس اسيا، واستاد نادي الكويت فوز في كاس الخليج. استاد محمد الحمد شهد انطلاقة الكويت إلى كأس العالم سنة 82. طبعا أوضح الشيخ فهد الأحمد أسباب وضع الكرة، وضع الكويت مع أقوى الفرق الآسيوية في مجموعة واحدة، وقال أن هذه لعبة مكشوفة لم تمر على الاتحاد الكويتي، وقد استنكرت الدول الآسيوية هذا التوزيع الظالم، واعترف الاتحاد الدولي بأن التقسيم لم يكن عادلا، في حين جاءت مجموعة الدول الخليجية ممهدة لفريق قوي الفوز بها. وأضاف موجها كلام اللاعبين أن هذا الظلم سيكون بمثابة دافع قوي لمنتخبنا لاجتياز المرحلة الأولى ولكي يؤكد جدارته بالوصول لأسبانيا. وأضاف أن ثقة يعني كبيرة في شبابنا، عندنا ثقة كبيرة، منتخبنا طبعا قدها وقدود، بداية المعسكر مفتوح. طبعا تكلم عن المعسكر، قال أن التدريب سيبدأ اعتبارا من يوم السبت 7 مارس 1981، فترة واحدة بعد الظهر في 4 مساء، على أساس أن يلتزم اللاعبون بالنوم في الاتحاد وأن يتواجدوا في 9 مساء ثم النوم في 11:30 مساء. طبعا الاتحاد الكويتي شيد الاتحاد وسواه غرف وفندق من 5 نجوم يعني، لضمان أن يكون الملعب موجود والحمام السباحة موجود عندهم، ويشهد أن التدريب يكون قريب صبح أو عصر. أيضا مجموعة الكويت نظمتها الكويت هنا مثل ما قلناها، مجموعة السعودية. نعم. اللي هي السعودية والعراق والبحرين وقطر والأردن وسوريا نظمتها السعودية، واستطاعت السعودية تأهل. الصين مع تايبي ومع تايلند ومع كوريا الشمالية استطاعت الصين التأهل، وأيضا نيوزيلندا استطاعت فوز على أستراليا وعلى هايتي بنتيجة كارثية، بنتيجة 13-0 فازوا واستطاعوا. نعم. أن يتأهلون الأدوار النهائية. نعم. طبعا 8 مباريات تجريبية، ذكر الشيخ فهد الأحمد في حديثه بأن منتخبنا الوطني سيلعب 8 مباريات تجريبية، أولها يوم 11 مارس الجاري، وعلى ضوء هذه المباراة وحالة اللاعبين في التدريب سيتم اختيار تشكيل الذي سيمثلنا. صحيح. الاستعداد كان قمة يعني. نعم. أنت تتكلم عن 8 مباريات تجريبية لتصفيات تقام في الكويت، وصلنا التجوري بغازي. تجوري، هذه صورة الشيخ فهد الأحمد، يتوسط يوسف الشملان وفهد عبد الرحمن وهو يخاطب اللاعبين. طبعا من اجمل الصور هذه، صوره جميله، منظر كنا نتعود عليه في تلك الفتره، مشاهده الشهيد فهد الاحمد يحفز سواء جماهير او صحافه او اعلام او حتى اللاعبين. رحمه الله عليه الشهيد فهد الاحمد، يعني شخصيه ما هي شخصيه عاديه في تلك الفتره، كان له حضور على مستوى اسيا وعلى مستوى العالم. كلمته الشهيره يقول يعني كان يتكلم لازم الكويت يكون لها دور على مستوى العالم، شوف الطموح. نعم. وبالفعل كان الكويت لها دور في المستوى الرياضي في تلك الفترة. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.